الألعاب النارية من أساسيات نجاح الاحتفالات الكبرى سواء كانت خاصة أو عامة. أبرز الابتكارات في هذا المجال نقدمها لكم في تقريرنا التالي. مجموعة مدار هي مجموعة شركات معنية بالفعاليات الكبرى، تحتها عدة شركات، منها البايرو الألعاب النارية، ومنها مدار الفعاليات والإنتاج، ومدار الإنتاج الفني. إحنا من 19 سنة نعمل في الإمارات، وكنا معنيين بالافتتاح، حفلات افتتاح الكبيرة في الكأس آسيا، بطولات العالم إلى آخره. وعندنا شركة البايرو للألعاب النارية متخصصة بالألعاب النارية، هي واحدة من 4 شركات تعمل في دولة الإمارات، وإحنا نعمل في نطاق دول مجلس التعاون كلها. كذا مرة سوينا افتتاح مهرجان التسوق، كل سنة نسوي الاحتفالات العيد الوطني في أبو ظبي مثلا ودبي، بجانب احتفالات أو فعاليات كثيرة نشارك فيها، إما مباشرة أو طريق غير مباشر مع شركات فعاليات أخرى. احنا في هالمعرض نعلن عن منتجات جديدة تماشيا مع الظروف اللي في السوق. مثلا منزلين منتج جديد خاص ألعاب نارية خاصة بالمناسبات الخاصة، يعني واحد مثلا عنده حفل عيد ميلاد، حفل زواج، تخرج، لهم منتج معين للألعاب النارية غير مكلف، يمكن يصل إلى نصف سعر الألعاب النارية العادية. ومنزلين أيضا منتج جديد هي ألعاب نارية نهارية، هذا شيء جديد ما حد عنده. هذه عبارة عن ألوان في النهار تشوفينها، بس في عدة طرق، بعضها نطلعها من طائرات أو أجسام طائرة أو طائرات شراعية، وعندنا حين أشياء تطلع من الأرض مثل أعمدة بأشكال مختلفة، وايد جميلة، ممكن بأي لون إحنا نبغيه نسويه. هذه فيما يتعلق، وتتطور الأمور كل سنة بعد سنة نطور. مثلا احنا منزلين أشياء هي تطلق بطريقة الألعاب النارية وتنزل في باراشوت كعلم الإمارات مثلا. احنا دائما نحاول نسوي شيء غير مألوف، أو نطلب من الشركات نتصنع لنا أشياء غير مألوفة. بجانب هذا احنا يمكن الشركة الوحيدة اللي تطلق الألعاب النارية بأجهزة لاسلكية وديجيتال متطورة جدا، وفي شركات ثانية للحين يستخدمون الأسلوب القديم. احنا زر واحد ويشغل الشو كله مثلا. ومنزلين مثلا بعد منتجات جديدة مثل الفليم أو اللهب الراقص بالعربي، دانسينج فليم شو، هذه حق الأماكن الداخلية. بجانب هذا احنا نسوي ألعاب نارية داخلية على الستيج، في حفلات تخريج، في حتى في بعض الأعراس الألعاب النارية اللي هي ما لها انفجار نسويها داخل.